ولذلك هنا من هنا بنلفت الأنظار إنك ما تحكيش مشاكلك لأي حد، لابد أن تقص الأمر على ذي الكفاءة والخبرة والثقة، على ذي الكفاءة والخبرة والثقة. يبقى الحكاوي أو الأمومة ما تحكيش لأي حد. ليه؟ لأن أنت ممكن تحكي لواحد صديق مثلا وفي قلبه مرض فيفسد حياتك الزوجية ويطلق زوجك منك، وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد. اخرج. رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. صلى الله على رسول الله. كل يقعد، كل يقعد، كل يقعد. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده.